كابتن هاني، الشوط الاول مهم جدا للنادي الاهلي في البدايات. شفنا بدايه النادي الاهلي في نهائي السوبر امام الزمالك، شفنا البدايه امام العين كانت قويه، شفنا البدايه امام سيراميكا في المباراه السابقه تحرز هدف وبيحصل تراجع كبير في الشوط الاول، وبعد كده بيحصل استفاقه كبيره في الشوط الثاني. لا المفروض طبعا بقى خلاص يكون اتعلمنا الدرس الحقيقه، لان مباراه كره القدم مش شوط واحد، يعني احنا لو فوقنا الشوط الثاني المباراه اللي فاتت كان ممكن جدا الامور لو استمر على الاقل كمان جزء منها في الشوط الثاني كان هيبقى عندنا مشكله. فالحقيقه هي دي الدروس اللي اعتقد كولر اتكلم مع اللعيبه فيها. انت بتادي مش هتقدر تادي المباراه 90 دقيقه متفوق، كره القدم راحه وجايه والكيرف اكيد مهما كان المنافس اللي قدامك اكيد هيبقى عنده جزء من المباراه يكون مستحوذ فيها، لكن الطبيعي للنادي الاهلي ان هو الحقيقه لازم يتعلم الدرس ده كويس قوي. البدايه النهارده شكلها ازاي يا كابتن؟ انا في رايي لازم يكون شخصيه النادي الاهلي الموجوده دايما، يعني مش عايزين السؤال هو النادي الاهلي هيبدا النهارده ازاي. انت ما تقدرش تقول المان سيتي هيبدا ازاي النهارده او ريال مدريد هيبدا ازاي النهارده، هو في شخصيه للفريق، في استراتيجي موجوده في الفريق خلاص. النادي الاهلي معروف اي حد تساله هيضغط من قدام، يعني الضغط من قدام، وعلى فكره في جزئيه بتقول لك ان الضغط من قدام ده محتاج مجهود كبير، انا عكس ده، يعني الضغط من قدام على بيوفر مجهود كبير جدا للعيبه بدل انت ما ترجع ويبقى في استحواذ وبتبدا تجري ورا اللعيب. الضغط من قدام لما بيتعمل صح النادي الاهلي الحقيقه بيعملها بشكل جيد جدا جدا. انك بتضغط بجماعيه اكيد الخطوط لازم تكون قريبه من بعض، والضغط بيكون يعني الضغط الطبيعي جدا ان اول ما الكره بتطلع على الجناب بيكون في ضغط. عايز اخد من الكلام ده ان حتى ترجمه لمباراه زد ان كابتن مجدي عبد العاطي وزد بيبدا يعمل البيلد اب من تحت بشكل كويس، يعني ما بيلعبش دايما كور طويله عشان ياخد الكره الثانيه، بيحاول يعمل البيلد اب بشكل كويس، ويمكن الباس كمان يعني قال لي معلومه ان هو بيلعب على جنب اكتر، فبيلعب على جنب اكتر ديت في هيبقى في يعني في ضغط في الجنب، ضغط من الجنب دوت، ولو طلع بالكره من العمق بيبقى عنده مشكله في الحته دي، فممكن النادي الاهلي يستغل ده لان احنا بنضغط كويس قوي من الاجناب. كان عندنا مشكله في الضغط في نص الملعب لما بيكون قريبين من بعض، ظهر في اوقات كتيره في مباراه سيراميكا في الشوط الاولاني. فما على النادي الاهلي ان هو يلعب لعبه اللي هو شفناه في الشوط الثاني المباراه اللي فاتت، الضغط المميز من النادي الاهلي. كمان نقطه مهمه جدا انك تستغل الفرص، اخر مباراتين ثلاث النادي الاهلي عنده كميه فرص في اول ربع ساعه ممكن يعني يخلص بقى يخلص المباراه بدري جدا ويبقى الامور سهله جدا جدا. فهي دي النقطتين اللي ان شاء الله باذن الله نشوفها، البدايه الطبيعيه النادي الاهلي بالضغط المميز واهداف مبكره واستغلال الفرص اللي ان شاء الله او الفرص اللي هتتخلق ان شاء الله نترجمها لاهداف.